وبكده بقى سوزوكي سياز هترجع تتفوق تاني على تويوتا بيلتا وهتكتسحها كمان في المبيعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قبل أي حاجة وقبل ما تبدأ الفيديو وقبل ما تعمل أي حاجة، تنزل تحت في الكومنتات تعمل لايك وتعمل كومنت وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده الفيديو بتاعنا فيديو مش عادي. النهارده أساسا يوم مش عادي. النهارده اليوم اللي مامي ندهت على دادي وقالت له الحق، تويوتا بيلتا نزلت يا عبد الهادي. النهارده قصة كبيرة وقصة خطيرة جدا وفيديو مهم جدا الناس كلها طلبته. مقارنة بين ايه؟ بين تويوتا بيلتا وبين سوزوكي سياز. طبعا ناس كتير قوي واقفة بتضحك دلوقتي، بياكلوا الفشار وبيضحكوا علينا وقاعدين متدفين كده من المطرة والاجواء، وبيقول لك الراجل المجنون ده هيقارن ايه؟ بيلتا ايه وسوزوكي ايه اللي يقارن؟ بس كان هي العربية، يعني هيقارن ايه بالظبط؟ اكيد انا مش هجيب لك مثلا شكل خارجي واقول لك اتكلم عن الشكل الخارجي واقول لك مثلا ان بيلتا متفوقه عن لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص، لان هما العربيتين. اكيد مش هقارن بين اداء الموتور مثلا واداء الفتيس في هنا وهنا، هما الفتيس وهو الموتور. الموتور 1500 سي سي مع فتيس اربع سرعات كده عادي اعتيادي بدون مشاكل، هما كل حاجه في العربيه. ولكن المقارنه النهارده في نقط مهمه جدا جدا وحساسه في العربيتين. النهارده هنتكلم عن نقط مهمه جدا، هي دي الفيصل في الموضوع، وهي دي اللي هتخليه يا ترى اخليني زي ما انا في السوزوكي واوفر ال10 بواكي انا اولى بيهم، ولا اروح اجيب البلتا بقى والناس كلها هتجيبها وابقى زي الناس. الكلام اللي هقوله لك النهارده ده محدش هيقوله لك تاني. انا هقول لك ليه شفنا المنظر بتاع الناس والهجوم الرهيب على توكيلات تويوتا عشان يحجزوا العربيه، بالرغم ان هي بقى لها اكتر من سنه في مصر تحت اسم سياز ومحدش بيشتريها، والناس اخيرا مؤخرا كده ابتدوا يشتروا. اما بدانا نقول يا جماعه في عربيه كويسه اسمها سوزوكي سياز وروحوا اشتروها وسعرها كويس، فالناس بدات تشتري. وكان يجي احد اصدقائي يقول لي عايز اجيب عربيه ب 250، اقول له سوزوكي سياز، يضحك عليا يقول لي سوزوكي ايه دي؟ مش دي بتاعت العربيات النص؟ لا طبعا، اول ما نزلت تويوتا نفس صاحبي ده كان بيكلمنا عشان اشوف له حد في التوكيل يحجز له العربيه. يلا بقى بسرعه اقول لك ايه هي اهم النقاط. اول نقطه في المقارنه بتاعتنا النهارده وهي اهم نقطه، ان سوزوكي سيازا لما نزلت العربيه بتاعتها كانت مديه للملاك ضمان 100,000 كيلو او 3 سنوات ايهما اقرب. اما تويوتا لما جت تنزل العربيه بتاعتها رمت كارت كده عشان توقع سوزوكي اكتر ما هي وقعت الفتره دي. عملت ايه؟ خلت ضمان السياره 150,000 كيلو او 5 سنوات ايهما اقرب. فده خلى الناس تقول طب ما الضمان لتويوتا افضل من السياز، طب ما خلاص اروح اجيب تويوتا. وده كان اول مقارنه بين العربيتين من حيث الضمان. هنا هتتفوق تويوتا عن سوزوكي سياز في الضمان بتاع السياره. اما تاني نقطه احب اتكلم عنها في الموضوع ده كله هي الانتشار الاكثر للتوكيل بتاع تويوتا ومراكز الخدمة في جمهورية مصر العربية. ملاك سياز كان عندهم مشكلة في توافر مراكز الخدمة بتاعة التوكيل، فكانوا دايما بيسألوا يا جماعة مركز الخدمة فين؟ يا جماعة أنا جاي من محافظة على محافظة عشان أشوف مركز الخدمة. هنا في تويوتا بيلتا الناس راحت لها عشان تويوتا في انتشار أكتر وأوسع لمراكز الخدمة في تويوتا، فالناس هتلاقي إن هنا مراكز خدمة تويوتا أوسع وأكتر انتشار من المراكز الخدمة بتاعت سياز. كمان التعامل بتاع التوكيل بتاع سوزوكي كنا بنلاقي منه شوية مشاكل وابتدوا مؤخرا يصلحوا من نفسهم، أما دخلوا مركز الأمين كمان كموزع معتمد ليهم وللصيانة والكلام ده كله، فابتدوا يحسنوا من نفسهم. اما مجموعه الفطيم بتاعت تويوتا فمش هنتكلم عليها، مشهوره من سنين ان ادائهم والتعامل بتاعهم شغل راقي وشغل محترم في العربيات. كمان النقطه المهمه جدا جدا في الموضوع هي اعاده البيع للعربيه. كان ملاك سياز دايما بيتخوفوا كده لما يشتروا العربيه من موضوع اعاده البيع، يقول لك انا خايف اجيبها للعربيه تبقى تقيله في البيع ولو اتزنقت وجيت ابيعها هخسر كتير، يعني لما اجي ابيع سياز فالناس هتبقى متخوفه انها تجيب سوزوكي. اما في حاله تويوتا بيلتا الشعب المصري بيحب البراند بتاع تويوتا، فاعاده البيع بتاعتها هتكون اسرع من سوزوكي سياز في اعاده البيع، فلذلك الناس دي كلها جريت على توكيل تويوتا عشان كل الاسباب اللي انا قلتها لكم دي، بالرغم ان سوزوكي سياز اقل 10,000 جنيه عن تويوتا بيلتا وهي نفس العربيه، ولكن الناس جريت على البراند بتاع تويوتا عشان اسباب كتير من الاسباب اللي انا شرحتها لحضراتكم دلوقتي. فطبعا لما البيلتا نزلت بالسعر ده والناس هجمت على التوكيل عشان تحجز، ايه اللي حصل بقى؟ الناحيه الثانيه
الناس اللي كانت حاجزه سوزوكي سياز ودفع عربون وكانوا مديونهم استلام بعد 5 و6 و7 شهور كمان ومكبرين دماغهم منه. فالناس هجمت كلها بسرعه على التوكيل وعلى المعارض اللي هي بتبيع العربيه وبتحجز العربيه المشهوره المعروفه، ابتدوا يسحبوا فلوسهم بسرعه من الناس دي ويجروا يحجزوا بيها ايه التويوتا بيلتا. فايه اللي حصل؟ المعارض اما لقيت حصل كده حصل ركة عندهم، فطلعوا قرارات ان ايه، لا نهدى شويه واما حد يجي يقول بكره وبعده. خلال اليوم واليومين ده بسرعه خدوا قرار النهارده زي ما احنا قلنا ان هم نزلوا اعلان وبيقولوا ان خلاص هتقدر حضرتك تدفع السعر الرسمي لسوزوكي سياز اللي هو 265,000 جنيه وتستلم العربيه بتاعتك خلال 45 يوم بالظبط، مش هتستنى اكتر من كده. دي كانت احدى المحاولات السريعه عشان يلحقوا وان الناس اللي هتسحب فلوسها يخليهم يستنوا، ولكن انا شايف ان الكلام ده ما ينفعش وده مش هيخلي الناس تسيب فلوسها عندكم وتسيب التويوتا بيلتا زي ما انا قلت بالمميزات اللي قلتها وتفضل قاعده عندكم مستنيه ال 45 يوم. الحل الوحيد لشركه سوزوكي عشان تلحق نفسها وتقدر اللي هي تنافس مع التويوتا بيلتا قبل ما تروح خلاص الى الهاويه، هم حاجتين مهمين جدا لازم يتعملوا فورا. الحاجه الاولى ان يتم الاتصال بكل الناس اللي حاجزه العربيات دي وتبدا التسليم الفوري للعربيات، لان انا عارف ان في مخازن فيها كميات كبيره من العربيات وفي احدى المعارض كده اللي هي تابعه للتوكيل او اللي بتساعد التوكيل ماليه المخازن عندها من العربيه ومطلعين عين الناس وبيسلموا العربيه باوفر برايس عالي عشان يكسبوا. الناس دي انت قاعد تعمل ايه؟ هتخلي العربيات جنبك؟ العربيه هتخلي جوه المخزن؟ طلع يا باشا العربيات دي كلها وسلم الناس اللي حاجزه بنفس السعر بدون زياده من النهارده ابدا التسليم. هي دي الحاجه الوحيده اللي يخلي الواحد يفكر يقول اه طب ما انا بدل ما استنى 6 شهور وادفع 10,000 جنيه زياده، طب ما انا هوفر ال 10,000 جنيه وهستلم النهارده، هستلم بكره، هستلم الاسبوع الجاي، اقصى حاجه خلال 15 يوم يتم تسليم الناس دي. ده حل من الحلول اللي هيخلي سوزوكي سياز تمسك نفسها في السوق وما يحصلش انهيار ليها. طب الحل الثاني ايه؟ ان انت تجري بسرعه تنزل الفئه الثانيه من سوزوكي سياز وما تزيدش عن 215,000 جنيه، عشان انا لما اجي اشتري اقارن 215 من 235 اقول لا اجيبه من 215 ومعاها برضه تسليم فوري ما تتاخرش على الناس وتركنه. دول الحلين اللي هيخلوا سوزوكي سياس تلحق نفسها وترجع تنافس تاني وتقدر تنافس تويوتا بيلتا في السوق الفتره الجايه. ده كان فيديو مهم جدا الناس طلبته، ايه الفروقات وايه المقارنه اللي هتتم بين العربيتين. شركه سوزوكي لاخر مره هقول لهم شركه محترمه، شركه بقالها كتير في مصر، عربياتها كويسه جدا، فئتها السعريه كويسه جدا، حرام تقعوا الوقعه دي. احنا عارفين ان في تعاون وفي شراكه بينكم وبين تويوتا، ولكن برضو اسمكم في السوق ما ينفعش يتهز بسرعه. هو ده الحلين اللي تقدروا من خلالهم ترجعوا ثقه الناس فيكم والناس ما تسحبش فلوسها او الناس تكمل معاكم. ده كان فيديو سريع النهارده حبيت اعمله لكم. لاي طلبات سيبوها لي في الكومنتات، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناه، وكمان تتابعنا على الصفحه بتاعتنا وعلى الجروب وعلى جروب التليجرام، هتلاقي اللينكات بتاعتهم في الوصف. جمعنا الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.